السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، امبارح تم تقديم النقض بتاع محمد عادل قاتل طالبة المنصورة. كلكم عارفين قضية نيرة أشرف اللي حصلت من قيمة 5 6 شهور، وقلت لكم كنت بجيب لكم كل المستجدات وكل الاعترافات وكل حاجة تحصل جديدة في القضية. اللي حصل امبارح هقول لكم يا جماعة، المستشار أو المحامي أشرف نبيل قدم مذكرة النقض وقال إيه فيها، وقال إيه لما سألوه الصحفيين عند باب محكمة جنايات المنصورة. وكمان هقول لكم يا جماعة النهاردة رسائل مؤثرة بجد، حاجة توجع القلب بجد. لمحمد عادل بعت رسالة لوالدته واخواته من داخل السجن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد ممكن يا جماعة يعمل حاجة وبعد كده يندم عليها ندم السنين زي ما بيقولوا. هبتدي بموضوع النقض. امبارح يا جماعة قدم المحامي أو المستشار أشرف نبيل مذكرة النقض في محكمة جنايات المنصورة. اولا طلع طبعا من المحكمه بعد تقديمه للمذكره، كان في صحفيين كتير قوي مستنينه قدام باب محكمه جنايات المنصوره، وسالوه قدم المذكره قال ايه فيها، وسالوه في حبه النقاط اقول لكم عليها. اولا اول ما اتكلم قال اولا اقدم تعازيه لاهل نيره اشرف. المحامي اشرف نبيل اول ما سالوه وكان بيبتدي الكلام بيسالوه على مذكره النقض، قال انا اول حاجه بتقدم بيها ان انا بعزي اهل نيره اشرف. قال ايه؟ احنا طعنا على الحكم، درسنا القضيه، درسنا الحيثيات كتبت بعنايه فائقه وبعد مراجعات قانونيه دقيقه، الا ان لن تسلم من الأخطاء. 11 خطأ قانوني يا جماعة وقعت فيها أسباب الحكم مما تؤدي إلى بطلانه مطلقا بما يكون نقضه قانوني. ده الكلام اللي قاله أشرف نبيل قدام باب المحكمة. قال إن في 11 خطأ قانوني في الحكم، وإن هو على أساس ال11 خطأ ده كتب مذكرة النقض، وقال طالما فيها ال11 خطأ ده فكده احنا عندنا مساحة ان احنا نكتب مذكرة النقض ونطعن في الحكم. ده الكلام اللي قاله أشرف نبيل قدام المحكمة. طبعا لا تعليق على حكم القضاء، واي حكم المحكمة تحكم بيه كلنا راضيين بيه، بس بتبقى فيه بقى ايه اجراءات قانونية ونقض ومش عارف ايه، بالذات لما يكون الحكم بالاعدام يا جماعة بيبقى فيه نقض 100% لازم تقدم نقض. كمان اقول لكم تنتهي المدة الرسمية لتقديم مذكرة النقض على الحكم يوم 5 سبتمبر المقبل، يعني 5/9 خلاص كده مش هينفع محمد عادل يقدم اي مذكرة نقض. طبعا اتقدم امبارح اشرف نبيل، ده اول محامي. طبعا في محامين تاني زي ما قلت لكم، فريد الديب بيكتب مذكرة وفي محامي تاني بيكتب مذكرة، هيقدموها قبل يوم 5/9. كمان يا جماعة أيام قليلة تتبقى قبل حسم قضية محمد عادل، فإما أن تقبل محكمة النقض الطعن على حكم الإعدام أو ترفضه، ومن هنا يصبح الحكم نهائي وواجب التنفيذ. يعني زي ما قلت لكم ممكن الحكم يتصدق عليه والنقض ده يترفض تماما، وممكن النقض يتقبل ويتعاد محاكمة محمد عادل. كمان اقول لكم يا جماعة الرسائل اللي قالها محمد عادل من داخل محبسه لاخواته وامه يا جماعة. قال ايه؟ قال كلام محزن بجد والله يا جماعة، كل اللي هيسمع الكلام اللي اقوله ده قلبه هيوجعه. احنا مش متعاطفين مع محمد عادل، مش متعاطفين مع قاتل، بس بجد زي ما بقول لكم ممكن الواحد يعمل حاجة في لحظة شيطان وبعد كده يندم عليها ندم السنين. قال ايه يا جماعة؟ محمد عادل اصبح، هقول لكم بس الاول هو بقى ايه جوه السجن وهقول لكم قال ايه لوالدته واخواته. بصوا يا جماعة، محمد عادل اصبح مواظبا على الصلاة داخل محبسه في سجن جمصة العمومي، يعني بيصلي الوقت بوقته في السجن ايه اللي هو محبوس فيه دلوقتي. كلكم عارفين ان هو محبوس في سجن جمصة العمومي، فهو يؤدي الصلوات الخمسة في مواعيدها ويسمع من في السجن بكاؤه وهو يصلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ندم على اللي هو عمله.
وختم القرآن أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة تنفيذ لوصية والدته التي طالبته بألا يترك كتاب الله. كمان ترك محمد عادل لحيته تنمو وأصبح لا يهتم بأي شيء إلا الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وطلب من والدته أن تحضر له تفسير للقرآن الكريم حتى يتمكن من قراءته. وقال بقى إيه لأمه وإخواته يا جماعة البنات، دي تعتبر وصيته قبل ما يموت. قال أنا سلمت أمري لربنا بس عاوز أقابله وأنا مطمن ومرتاح ونفسي ألحق أحفظ القرآن الكريم. كمان قال أنا مش خايف أموت، اللي مزعلني إني مش هشوفكو تاني لو النقد اترفض. مش عاوزك تبكي يا أمي، أنا آسف على اللي عملته فيكم، كان غصب عني. نفسي إخواتي البنات يفضلوا شاطرين زي ما هما ويكملوا حياتهم واللي حصل ما يأثرش فيهم. هما عارفين إن عملت كده وأنا مش حاسس بنفسي بعد اللي البت دي عملته فيا والبهدلة اللي عملتها يعني طول السنين اللي فاتت. كمان كتب وقال لو رجع بيا الزمن لا كنت هعرفها ولا احبها، كنت هشوف دروسي ومذاكرتي بس. كمان قال ربنا ينتقم من اللي وصلني لكده، ضيعت مستقبلي وضيعتكم معايا، سامحوني كل ده غصب عني. كمان قال يا جماعة لو عدموني عايزكم تزوروا قبري على طول، اوعوا تنسوني بالله عليكم، انا مليش حد غيركم. كلامه طبعا لاخواته البنات وامه. كمان كتب وقال عشمان في ربنا الحكم يتخفف، بس لو اتعدمت نفسي ما ينفذوش الحكم على الهوى علشان خاطر امي واخواتي. دي رسالته يا جماعة من داخل سجن او من داخل محبسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما قلتلكوا والله يا جماعة لو فكرت شوية قبل ما الشيطان يوزك على حاجة تعملها عمرك في حياتك ما هتعمل الحاجة الغلط. طبعا كلكم مستنيين موضوع النقد، النقد يا جماعة الأسبوع القادم هيطلعوا وهيقولوا إذا كان النقد اتقبل ولا اترفض، وزي ما قلتلكوا 90% مش هيتقبل، حتى لو في إيه، حتى لو في ثغرات، حتى لو المحامي ده ايه، بس عشان قلتلكوا ان هو معترف مع سبق الاسرار والترصد، وكمان عليه شهود بدل الشاهد 50-70 شاهد، وكمان متصور وهو بيعمل جريمة. لا حول ولا قوة الا بالله. انا مستنية رأيك في تقطع الفيديو ده. لكل شاب خلي بالك من نفسك، خلي بالك من امك واخواتك، ما تقدمش على اي حاجة غلط، وقبل ما تعمل الغلط فكر 1000 مرة. مستنية رأيك في تقطع الفيديو ده.